حمو من المغرب. حمو تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة لكل مشاهدين الجزيرة مباشر، وتحية قناة الجزيرة مباشر على هذه النافذة الرياضية التي تعطيها للجمهور العربي من أجل التفاعل مع المونديال العالمي. وبالمناسبة تحية طيبة لكل القطريين والقطر على التنظيم الهائل، يعني تحية من الطنطان هنا بالمغرب إلى دوحة العرب، وهي الآن هي دوحة العالم وليس دوحة العرب، فهنيئا لنا كعرب يعني أن قطر نظمت المونديال. وهذا ليس بغريب، لأنه دائما قطر تعودنا ويعني تنظيم المنافسات العالمية، وهذا ليس بجديد، يعني حتى أن الجميع يقول أن قطر أبهرت العالم، في نظر المتواضع أنه شيء عادي، لأنه كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. إذا عرف أن المونديال في قطر فالأكيد أن الاحتفالات وأن المونديال سيكون عالمي بكل المقاييس. فشكرا لقطر على هذا التنظيم، وهي فرصة كذلك لمعرفة قدرات العرب على تنظيم المنافسات العالمية وتغيير الصورة النمطية التي شكرا يا حمو متداولة. شكرا حمو، أشكرك أشكرك على هذا الكلام. كابتن مشعل كان ليك، حسيت أنت تريد أن ترد على حمو. نشكركم اخواننا في المغرب، نشكر كل العرب، لان في الاول الاخير هاي مونديال العرب، العرب اللي ساندونا قاعدين يتكلمون بشكل طويل. اليوم احنا بينا حق الغرب ان اي دوله عربيه مش بس قطر ان قادره تنظم اعلى بطولات وعلى اكثر مستوى.